نأتي لمن؟ الزوجة أول شيء في النصف، ثم ما حتكلم البنت. أصحاب النصف بعد الزوج دائما عندنا الشروط: عدم المعصب، عدم المماثل، وعدم من سبق. تمام، البنت ما سبقها أحد، عدم المعصب، من يعصب البنت؟ الابن، لا تقول أخوها، أخت خطأ كبير. يعصب البنت الابن، تقول أخوها، أترك أخوها، ما لك علاقة فيه، خلاص. تقول يعصب البنت الابن. وعدم المماثل، من يماثلها؟ أختها، خطأ، بنت أخرى فأكثر، خلاص اتفقنا. إذن البنت تأخذ النصف عدم معصب، ابن فأكثر، وعدم ماثل، بنت أخرى فأكثر. انتهينا من البنت. الولد في الشريعة يشمل الذكر والأنثى، انتبه، ليس على العرف عندنا ولد، مفهوم؟ نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، لو سمحت بدون كتاب، اترك الكتاب. نعم.